صباح الخير عمتي. شو وين كنتي من الصبح؟ لا تقولي لي رحتي على الحفلة. عن جد انك ما بتستحي. أنا قلت لك إنه ما بتروحي بنوب وإنتي رحتي وكسرتي كلامي. شكلك ما بتعرفي إنه أوامري قواعد وإنتي بكل وقاحة تجاهلتي قواعدي. قواعدك وأوامرك ما حدا تجاهلهم يا عمتي. هي أخذت إذني بالروحة على الحفلة، بس يا عمتي أنتي هلأ غلطتي، وأنتي يلي عم تتعدي وتتجاهلي قواعدنا. في قاعدة بهي العيلة إنه ما حدا بهالبيت مين ما كان يكون بيتجرأ يهين أي مرة فينا، وتأكدي مو أنا يلي حطيت هالقاعدة، يلي حطها زوجي وابن أخوكي أكشاد جندال بذاته. وهي مو بس قاعدة، هي تقليد للعيلة، وأنا ما بقدر أسمح لك ترفعي إيدك على كنتي. ومن واجبات الحماية إنها تحمي كرامة كنتها يا عمتي. ولا الحماية بس المفروض تكون صارمة مع كناينة؟ الحماية لازم تحمي كناينة من أي شيء ممكن يأذيهم. أنت عم تعلميني؟ أنت جاي تعلميني شو هي واجباتي؟